إنه من دواعي السرور أن أشارككم اليوم وللعام الثاني على التوالي في افتتاح منتدى الإدارة الحكومية العربية الذي يناقش هذه السنة موضوع التحول الرقمي ودوره في تطوير الإدارة العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. هذه المبادرة التي أطلقت في عام 2013 أي منذ 10 أعوام. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى معالي السيدة عهود الرومي ومن خلال شخصها الكريم إلى الحكومة الإماراتية وإلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية على جهودهم الطيبة لجمعنا في هذا المحفل الكريم. نجتمع اليوم لنتحدث عن واقع التحول الرقمي في المنطقة العربية ودور الإدارة الحكومية في إحداث النهضة الرقمية المنشودة، وهو دور نتفق جميعا على أهميته الجوهرية. فالإدارة وكما تدركون هي عقل الدولة المخطط ويدها المنفذة، وهي بذلك قاطرة النهضة في المجتمعات، ويقع على عاتقها قيادة هذا الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام حقيقة نظام تقليدي قديم إلى نظام جديد قائم على التكنولوجيا الرقمية ويواكب متطلبات المرحلة القادمة. ومع تطور المجتمع الإنساني تواجه الإدارة الحكومية تحديات جديدة تتعلق بطرق عملها لخدمة التنمية بوجه عام ومدى قدرتها داخلياً على التأقلم مع تلك التطورات، إذ أصبحت عمليات تخطيط سياسات العصرنة وبناء القدرات وقيادة التغيير المستمر تحديات استراتيجية تحدد أدائها. وأشير هنا على نحو خاص إلى التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية لأطرح أسئلة ملحة أتصور أنه يجب الإجابة عليها بدقة. على سبيل المثال، هل الإدارة الحكومية العربية قادرة على تبني التكنولوجيا الرقمية لتطوير أساليب عملها؟ وأتصور أن الإجابة هي بنعم، ونشهد في دول عربية الكثير من هذه المقدرة النامية. هل هي قادرة على الاستفادة من تلك المزايا لبناء مجتمعات المعرفة وتطوير الاقتصاد الرقمي؟ أيضاً أتصور أنها بنعم. وكيف تستطيع مجابهة المخاطر المرتبطة بالرقمنة كالهيمنة الرقمية وخطاب التطرف والحروب السيبرانية؟ وهنا أتصور أيضاً أن هذه هي نقطة المقصد والقصد، لأن الحروب السيبرانية وخطاب التطرف تستخدم هذه الرقمنة في تحقيق الكثير من أهدافها. إن هذه الأسئلة المهمة ستشكل محاور نقاش صريح خلال هذا المنتدى. والحقيقة أن الدول العربية وإيماناً منها بأهمية التحول الرقمي اعتمدت كلها استراتيجيات وطنية تستهدف إقامة البنية التحتية وتطوير التعليم ونشر استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات الرقمية. وبالرغم من التحديات الجسام والاضطرابات الخطيرة التي ضربت المنطقة منذ عام 2011، فقد حققت الدول العربية تقدماً مهماً في هذا المجال. وأستدل هنا بتقرير دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي يصنف 12 دولة عربية في درجة عالية أو جيدة وفق مؤشرات تنمية الحكومات الرقمية، والذي يعتمد على جودة خدمات الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. واغتنم هذه الفرصة لتهنئة دولة الإمارات التي احتلت عن جدارة المرتبة 13 عالمياً والأولى عربياً وفق مؤشر تنمية الحكومات الرقمية.
إن الناظر لواقع التحول الرقمي في المنطقة العربية يرصد بوضوح تباين الأوضاع بين مختلف أقطارها، ودي حقيقة يجب أن نعترف بها. ففي حين تحتل بعض الدول العربية مراكز متقدمة في مجالات رقمنة الخدمات الحكومية، لا تزال دول أخرى في بداية المشوار، ويتطلب سد هذه الفجوة حراكاً عربياً لتعزيز جاهزية الإدارات وبناء قدراتها لخدمة المجتمعات وتنميتها. وأدعو من هذا المقام إلى تكثيف التعاون العربي لمساعدة الدول التي تشهد تأخراً في تطوير خدماتها أو التي لم تستكمل بعد خدماتها، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم والمشورة اللازمين في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، فإن ثمة موضوعاً مهماً يرتبط بمستقبل أداء الإدارة الحكومية وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات القادمة، وأرى ضرورة منحه أعلى درجات الاهتمام كونه يمثل مشكلة هذا العصر، وأعني هنا أزمة التغيير المناخي. وكما تدركون، تعول الدول كثيراً على التكنولوجيا الرقمية للحد من آثار التغير المناخي، فالتكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في إنتاج الطاقة النظيفة، وتقلل إنتاج الغازات الدفيئة، وتساهم في ترشيد استخدام الموارد، وتزيد القدرة على التنبؤ بالكوارث والاستعداد لها. ولقد حظي هذا الموضوع بنقاش مستفيض خلال أعمال قمم المناخ، إذ لطالما طالبت الدول النامية بمساعدتها في توطين التكنولوجيا للتخفيف من آثار التغير المناخي. وقد وافقت الدول في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ على إطلاق خطة عمل مدتها 5 سنوات لتعزيز الحلول التكنولوجية في الدول النامية، وأرى أنه من الأهمية أن تستفيد الدول العربية من هذه الخطط لتسريع خططها للتحول الرقمي وتعزيز كفاءتها. وعلى صعيد العمل العربي المشترك، أولت جامعة الدول العربية اهتماماً خاصاً لموضوع التحول الرقمي، حيث بادرت بإعداد استراتيجية عربية في هذا الشأن، وأذكر منها الأجندة الرقمية العربية المحدثة للفترة 23-33 التي اعتمدها مجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 23 يناير 2023، وهي خطة شاملة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتكنولوجيا المعلومات خلال العقد القادم. كما أشير في هذا الصدد إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية. من جانبي، حضرت إلى هذه المدينة مرات ومرات لكي أشارك في مؤتمرات للاقتصاد الرقمي وللرقمنة، بما يؤكد اهتمام دولة الإمارات بهذه التكنولوجيا الحديثة. ولا يفوتني في هذا السياق أن أذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدأت مسار رقمنتها منذ فترة، وقد حققت إنجازات ملموسة في هذا الصدد. نحن في الجامعة العربية الآن وفي كل مؤتمراتنا والمؤتمرات الوزارية ومؤتمرات القمة نعمل من خلال الرقمنة، ولا نسمح بتوزيع أي أوراق في اجتماعاتنا، كله بالتكنولوجيا الحديثة. إذ عقدت أول قمة عربية رقمية بدون ورق في الجزائر في شهر نوفمبر الماضي، بعد نجاحها في رقمنة المجالس الوزارية التقريرية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكذا لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك. هذه لجنة برئاسة أمين عام الجامعة العربية تجمع كل النظام العربي بمؤسساته، بهيئاته، بإداراته، كل من يعمل
في وظيفة عليا في الجامعة العربية يحضر هذه اللجنة التنسيقية التي تعمل تجتمع مرتين كل عام. ستكون القمم القادمة بإذن الله أيضا رقمية، كما ستتمن رقمنة أعمال كافة المجالس الوزارية المتخصصة. أخيرا أجدد شكري لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا.